السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنلعب ماتش رابت 10 و10 بدون زيادة. تعال نشوف الدور دوت. إيه الفكرة بتاعتك؟ طبعا ده افتتاح. نلعب نايت بعد كده ميشو تبييت ميشو اي 3 نايت سي 3 سي 4 كل دي نقلات ممكن تتلعب. ممكن تلعب دي دلوقتي وممكن تلعب نايت. نايت احسن طبعا، احسن حاجه. والعب كده النقله دي ماشي. خلي بالك في فيل في بيضه في لقطه من لقطات تيجي من المربع دوت اديله كش تاني هيلعب ايه؟ فيل في بيضة كل كش تاني. لو رجع بلعب حصان هنا اقول له هات وزير. دي لقطة مهمة أوي. فيل في بيضة كلب الملك كش ملك طلع فوق كش وخدت الوزير. فيل في بيضة نقلة جيدة من غير ما تفكر، نقلة جيدة، نقلة دي جامدة خلاص كده. كل هلعب هديله كش دي. كلام كبير كلام. طبعا كده الملك هيبقى في الشارع. الملك كده هيبقى في الشارع. لو كان ملك في فيل هديله الكش ديت. عنده كام اختيار بقى؟ لا يجي هنا المربع دوت، لا يجي هنا، لا يرجع تاني. المربعين اللي في الصف الاخير هيبقوا مربعين بلندر عشان في نقله حصان قويه جدا على مربع ايه، على مربع اي 6. نقله قويه جدا جدا. ودي بقول له هات وزير وايه خلاص كده وزير وقع في المصيده. طب لو ما كلش ولعب النقله دي، لو ما كلش تلعب خلاص انت خدت بيضه وخدت تفوق كده والملك اتحرم من التبييت وخدت بيضه كمان في الافتتاح. عاوز تلعب بعد كده النقله دي وتقول له برضه بتهدد بالنقله ديت. هات يعني انت كده كده هتلعب النقله الجايه ديت. تخيل يعني كده كده انت هتلعبها. لو جه في المربع دوت تلعب دي وتقول له هات الفركاه الجميله دي. مضطر ان هو يلعب الحصان عشان يفتح الفيل. ده كلام كبير. عندك بقى فيل في حصان وتلعب شطرنج. طيب تعالوا نحلل الموقف الاولاني. اللاين التاني هو مش هيرجع، هياكل ملك في فيل كش ملك، هيجي بالملك على مربع اف 6. هتلعب ايه بعد كده؟ تلعب ايه بعد كده؟ عندك كش تاني بالملك ملوش رجعه. يا نهار ابيض يا جدعان، هياكل بالبيضه تاكل تاني بكش، هياكل بالحصان تاخد وزيره. يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض على اللعب ده، يا نهار ابيض يا اساتذه. فيل في بيضه نقله بريليانت يا اساتذه. هنحللها بعد الدور على طول. هنحلل النقله دي بعد الدور. هل النقله دي نقله جيده ولا نقله ضعيفه؟ كش ملك زق البيضه، الملك هيبقى في اف 6، هيبقى في اف 6، هياكل بيضه في بيضه، تاكل بيضه في بيضه، ما ينفعش ياكل بالحصان، لازم ياكل بالملك. يا نهار ابيض ياكل بالملك، يبقى في ضرب نار للصبح. في بقى حصان بيلعب وفي وزير، دول خلصان يا اساتذه. الراجل انسحب بعد النقله دي يا اساتذه، الراجل انسحب بعد النقله دي. يور اوبونت ليفت ذا جيم يو كان كليم فيكتوري بعد 66 ثانيه. بيقول لك ممكن تنتزع الفوز من الخصم بعد هذه النقله الجامده. ده كمان دي نقله ايه؟ احنا في النقله الكام؟ في النقله الخامسه يا اساتذه. النقله الخامسه بنكسب تصنيف 2215 في الافتتاح. يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض يا جدعان.
ويننج ويننج ويننج. المهم بقى لايكاتكو وشير و اشتراك، اشتراك ولايك وشير، ولا تنسونا من صالح الدعاء. وتعالوا بقى نحلل الدور ده، احنا ملحقناش نلعبه اصلا عشان نحلله، بس في الفيفي ده نقله قويه جدا 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 عشان عليها الفكره دي اساسا. خلاص 9 ثواني وهننتزع الفوز انتزاعا. ده منين الاستاذ ده؟ ده من الهند. كول فيكتوري يا عم، كليم فيكتوري. الله الله الله. تعالوا بقى نرجع نشوف، خدنا 16 نقطة. تعال نعمل انلايزنج في الشكل ده. لازم يلعب ملك يا خبر ابيض، يا نهار ابيض يا جدعان. طب ارجع بس النقلة دي. الله، فيلفي بيدق نقلة فعلا، نقلة قوية جدا. فيلفي بيدق نقلة قوية جدا 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 عشان عليها الفكرة دي. ارجع تاني، ارجع نشوف، نحلل من اول، من اول الدور. دي دي 4 لعب الحصان. طبعا نقلة الحصان دي نقلة ضعيفة جدا جدا. طبعا الانجن بيقول لك العب سي 4. لا يا عم، انا عندي العب الحصان احسن. لعب البيدق، بيقول لك الانجن العب بيشوب اف 2 اي 2. لا يا عم، عندي دي على طول. لازم يعبك لعبك يبقى فيه انيشيتيف. طبعا هنا بيقول له لازم تلعب نقله اي 6، لازم يلعب عشان فيل في بيدا دي خلاص قويه جدا. زائد بيدا، فيل في بيدا، يا سلام على فيل في بيدا. فيل في بيدا نقله بريليانت يا اساتذه، هيروح فين؟ بيقول لك هنا تعالوا بقى نحلل. لو كل، لو افترضنا ان هو كل، طبعا هو هنا خلاص لو جه في المربع ده بيقول لك هتلعب برضو النقله دي. زي ما قلت لازم العب النقله دي برضو. هيلعب ايه؟ هيلعب نقله الحصان، برجع بالفيل عادي جدا جدا. وكده اصبح الموقف، خدت بيدا في الاوبننج وعطلت الملك او فوتت عن الملك التبييت، وعندي لعب قوي جدا بعد كده. طيب تعالوا ده لاين تاني. لو كل هتلعب له الكش دي، هيروح فين؟ هيجي المربع ده، هتلعب النقله دي يا جماعه. خلاص هات وزير وهات حصان في فيل بكش والموضوع خلصان، وانت كده بتكسب في الشكل ده. طيب ارجع تاني، ارجع تاني. لو كلت ولعبت انت الكش دي، هرجع ديت، هتلعب ايه؟ اه ده عندك كش مات يا حرام، يا نهار ابيض يا اساتذه، ده كش مات في واحد، ده كش مات في واحد، يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض يا جدعان على الموقف ده. المهم بقى ما تنسوناش من اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.